كان في نهج كده زمان لما كنتوا بتعملوا في المحافظات المختلفة، طبعا في وقت سابق، أنا بتكلم في وقت سابق، إن إحنا كنا بنضيف بعض المباني لبعض المحافظات ومنها طبعا المدارس، فكنت بتزود عدد المباني داخل المدارس المختلفة عشان تستوعب العدد الكبير. طبعا ده كان بيؤثر على مثلا بعض الأنشطة، أنت كنت بتاخد مثلا جزء من الحوش المدرسي أو بعض الملاعب اللي كان بيمارس عليها بعض النشاطات الطلابية، أو حتى استغلال بعض المنشآت الأخرى المخصصة لأغراض تانية عشان تقدر تستوعب الأعداد. هل يا فندم النهج ده ما زال موجود ولا اختفى خلاص؟ لا طبعا اختفى خلاص. الإنشاء الجديد حتى الإحلال الجديد برضو بيتم بصورة مختلفة خالص. بقى دلوقتي في أكواد محددة ومعروفة بالنسبة للمدارس، بقى في نسبة في المساحة للألعاب أو للأنشطة للطلاب محددة بالنسبة لكثافة الطلاب. لا الوضع اختلف تماما يا أستاذ هشام، لأن دلوقتي زي ما حضرتك عارف سيد وزير التربية والتعليم وطبقا للتنسيق اللي بيتم دلوقتي هو ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية داخل المدرسة، ويعتبر هذا النهج هو نهج جاذب للطلاب للحضور المدرسة. وزي ما حضرتك عارف برضو بالنسبة للمدارس الابتدائي والإعدادي الانتظام والالتزام فيهم بصورة جيدة جدا، وتقريبا نسب الغياب بتبقى منخفضة، فبالتالي احنا محتاجين نستمر على هذا النهج. إنما المدارس الإنشاء الجديد كل هذه المدارس بتتم بصورة بيتم فيها توفير أماكن لممارسة الأنشطة لجميع الطلاب.